ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وفقرتنا دلوقتي فقرة مهمة لكل السيدات والرجال، وخاصة بعد شهر رمضان الكريم. كلنا خرجنا زايدين 2-3 كيلو، والدهون بتتراكم في مناطق العضلات بتكون فيها ضعيفة، خاصة منطقة البطن والأرداف والذراعين. هنتكلم عن تقنية حديثة جدا النهاردة، وهي طبعا تقنية النحت الدهون رباعي الأبعاد. هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنعرف ايه طبعا يعني احسن نتائجه، وازاي توصلنا له، وكمان هل النتيجه بتاعته بتكون سريعه وواضحه وما بتكونش كمان متعبه للمريض او مريض السمنه بشكل عام، وبيقدر بعدها يمارس حياته الطبيعيه بشكل سريع، ولا بتاخد فتره طبعا زي شفط الدهون. بيسعدنا نرحب بالدكتور منورنا النهارده، الاستاذ الدكتور اشرف كامل، استشاري جراحات التجميل والليزر والسمنه، زميل المراجعه الدوليه اوهايو امريكا، وزميل البورد المصري للجراحات المتخصصه، ورئيس مجموعه افرديت مصر. اهلا بيك يا دكتور منور. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك. يمكن انا قلت وحضرتك طيب بالصحه والسلامه، قلت 2-3 كيلو كده خرجناهم من رمضان ده، انا بس مش عايزه اقول اللي حصل لينا كلنا، اللي هم وصلوا من 5 ل 10 كيلو، يعني من 2 ل 15. 2 ل 15. طبعا الحل السريع ليها هو عمليه شفط او نحت الدهون، لما حد بيكون عايز يوصل لشكله او الجسم اللي كان عليه قبل رمضان. احنا بنتكلم طبعا يعني بطريقه بسيطه على ان شهر رمضان مبسطه، ولكن في حالات بتكون عندها المشكله دي من قبل رمضان وفي فترة طويلة، وبسبب طبعا عدم ممارسة الرياضة وضعف العضلات في الجسم بشكل عام، فبتتراكم فيها الدهون. نحت الجسم او يعني نحت الدهون رباعي الابعاد ده، دي حاجة حديثة انا ما سمعتش عنها قبل كده. نحت الدهون رباعي الابعاد ده تطور طبيعي لشفط الدهون التقليدي بتاع زمان. احنا زمان خالص من مثلا اكتر من 30 سنة، كان لما يبقى حد عنده تجمع دهني في مثلا في كتفه او في بطنه او في جنابه او في منطقة معينة، ما كانش في حل غير الحل الجراحي. صحيح. اللي هو بالمشرط، وتفتح فتحة طويلة مثلا طولها 10 سنتي وتطلع الدهون وتخيط تاني وتحط درنقة، دي شغلانة كبيرة جدا، وكانت الناس كلها تهرب منها عشان الاسكار، عشان شكل الجرح. صح. التطور الموضوع الى بعد مثلا بحوالي مثلا 5 سنين أو 10 سنين بدأت الدنيا تتحسن، بقى في عبارة عن حاجة اسمها شفط الدهون. شفط الدهون التقليدي اللي هو حقن دهون، حقن ما سوري حقن مواد معينة تكسر الدهون، وبعدين ندخل آلة تخينة كده تخنها حوالي سمكها حوالي سنتي، ونفتح فتحة كبيرة مثلا حوالي 3 سنتي أو 2 سنتي، ونخش بالآلة دي نكسر الدهون وبعدين نشفطها. ده اسمه شفط الدهون التقليدي اللي هو تيوميسنت تكنيك. شفط الدهون التقليدي ده كان بيسيب حاجة كبيرة في التورم، وكان بيسيب زي الكدمات وزرقان فظيع، وكان المريض يحتاج يقعد في المستشفى فترة طويلة، مثلا حوالي أسبوع أو 5 أيام أو 4 أيام حسب كمية الشفط، وكنا ما نقدرش نشفط غير كمية محدودة من الدهون علشان ما بعد العملية، الحاجات اللي بتحصل الحاجات اللي بتحصل بعد العملية. ده شفط الدهون التقليدي. زائد شفط الدهون التقليدي كنت بشفط من مستوى واحد فقط. يعني ايه؟ الطبقة اللي تحت. يعني انا عندي الجلد وبعديها سبكوتينيوس فات اللي هو الدهون اللي تحت الجلد مباشره، اللي هي بتغذي الشعيرات الدمويه والعرق والغدد العرقيه ودفء الجلد وكل الحاجات دي تحت الجلد مباشره، وطبقه الدهون العميقه. في شفط الدهون التقليدي بتاع زمان انا كنت بشفط في وان لاير، في اتجاه واحد بس، وفي سمك طبقه واحده بس. ليه؟ لان انا الالات بتاعتي ما كانتش تتحكم اكتر من كده، لانها الات كانت مستقيمه وتخش في اتجاه واحد وتطلع في اتجاه واحد، مش بزاويه. وعشان بالظبط، وعشان كده كان بتعمل ديستراكشن هائل، كان بتعمل نوع من انواع التكسير اسمها تكسير الدهون. كان بتطلع الدهون حويصلات حتت كده، وكل شويه الكانيولا دي كانت تتسد ويطلع الجراح يسلكها بره وبعدين يخش مره ثانيه وهكذا. دي التقنيه التقليديه لشفط الدهون. الدهون كانت بتاخد وقت طويل جدا. بالظبط، كانت بتاخد وقت طويل، وما بعدها المريض لسه تعبان وياخد فتره طويله في الشفاء. الاحدث بقى اللي هي التقنيه الحديثه اللي كنا بنتكلم عليها في اول الحلقه، حضرتك قلتيها رباعي الابعاد، اللي هي نحت الدهون رباعي الابعاد. ايه النحت وايه رباعي الابعاد؟ نحت الدهون اني انا زمان كنت باخد وان لاير، كنت باخد اتجاه واحد بس. تمام. ما اقدرش اخش في زوايا الجسم. ده اسمه شفط. شفط يعني انا باخد كم؟ بطلع من جسم الانسان دهون متكسره بكم.
اما نحت الدهون انا هنا بخش في زوايا وانحناءات الجسم المختلفه. يمكن هنشوفها بعد شويه لما الاعداد يجيب لنا الصور والفيديو. ليه؟ لان انا الاله بتاعه النحت حاجه رفع دي بالمقارنه بصباعي دي حوالي ملي ملي ونص. الحد الاقصى ليها 2 ملي يعني اقل من ربع سنتي. لما انا بدخل بالاله دي انا مش بكسر بيها الدهون بالحركه الميكانيكيه بتاعه شفط الدهون، لا، في قمه الاله هنا في موجات معينه بتطلع بترددات عاليه جدا، كل ما اتحرك تسيح الدهون مش تكسر الدهون. ده الفرق بين التقنيه القديمه والتقنيه الحديثه. تسيح الدهون يعني تدوبها زي الفيديو بتاع الزبده اللي البهوات هيحضره لنا دلوقتي في الاعداد ان شاء الله. انا لما بوجه هذه الاله ناحيه الزبده في التجربه تسيح الزبده مش تكسر الزبده، لا لا تخليها سائله خالص، تخليها تتحول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، تبقى زي السمنه اللي اتحطت على طاسه البوتاجاز. يبقى لما تسيح اقدر بعد كده اخش بآله الشفط واشفطها بره الجسم. لما اشفطها بره الجسم يبقى انا كده خليت المكان كله بقى عامل زي الميه، اقدر اتحكم في زواياه زي ما انا عاوز. لكن التكسير انا بخش في مستوى واحد اكسر واطلع اكسر واطلع. ده النحت. طب النحت ايه تاني فوائده؟ فوائده ان انا باخد كل سمك الدهون بتاع الطبقه العميقه. اهو الفيديو بدا يشتغل. هنا اهو الاله جايبينها القمه بتاعتها. ايمالسيفيكيشن، ايمالسيفيكيشن يعني تدويب. ايمالسيفيكيشن يعني احول الحاله من الحاله المتجمده زي التلج سائلة. لما بيسيح بيسيح يبقى ميه ما يتكسرش. صحيح. لا لا لا، لحاله سائله. وبعد ما احوله للحاله السائله ببدا اخش بآله الشفط واشفطه كاني بشفط سائل بشفط ميه. في الحاله دي انا اقدر في حاله اوجه الاله ناحيه مكان معين يدوب الدهون. احرك الاله في مكان تاني في زواياها بقى، زوايا الجسم المختلفه. تمام اهو ده الفرق بين الشفط القديم والشفط الحديث. هتلاقي اللون هنا مختلف. ده الشفط الحديث لونه اصفر، الشفط القديم نصه دم علشان كان بيعمل تروما عشان بيكسر بالظبط، عشان كده كان بيعمل كدمات فظيعه. ده الشفط القديم. اما الشفط الحديث كله لونه اصفر يعني لون الدهون صافيه مفيش فيها لا شعيرات دمويه بتتكسر ولا دم بيطلع. عشان كده زمان كنت الحد الاقصى ليا 4-5 لتر 6 لتر لو انا كنت دكتور بطل يعني. النهارده انا ممكن اقدر اوصل 12 لتر و15 لتر شفط لان انا بشفط دهون فقط. ما بشفطش دهون ومعاها كرات دم حمراء وما بشفطش دهون ومعاها دم. دهون بشكل احسن من التكسير فبيساعدك ان انت يعني بالالتراسونيك. فانا بسيح الدهون زي ما بسيح التلج وزي ما بسيح الزبده وبشفطها دهون فقط. تمام. حضرتك بقى بتقول رباعي الابعاد علشان دي بيتحرك في اتجاهات مختلفه مش رايح جاي بس. رباعي الابعاد. انا دلوقتي لما اجي ارسم صوره على ورقه بتبقى بعد واحد طبعا، لكن لما اجي اعمل تمثال بيبقى من كل الاتجاهات. بيبقى كل الابعاد انا شايفه من كل الاتجاهات. التمثال فيه انف وفيه شفايف وفيه ودان وفيه عينين وفيه خد طالع عالي. هي دي الحكايه بتاعت الزبده اللي انا شرحتها من شويه. اهي الاله بتسيح الزبده مش بتكسرها، بتحولها لسائل. الزبده هي بدات تبقى سمنه في الكوبايه. كمان بيحط صباعه او بتحط صباعها على الجهاز، مفيش حراره غير الليزر. الليزر بيطلع حراره ممكن يحرق الجلد. اهو هنا بيسيح الدهون اهو زي شايفين طول ما الجهاز ماشي بيدوب ينزلها زي الميه. زي فعلا. الميه اللزجه فعلا. فهي دي التقنيه اللي بتخليني اقدر اعمل رباعي الابعاد. رباعي الابعاد انا بالجهاز ده مجرد شفت دخل فوق وبعدين دخل تحت وبعدين في النص بيخش في كل زوايا الجلد وتحت الجلد. عشان كده انا اقدر اعمل رباعي الابعاد. بعد ما شفطت اهو دخلت هيشفط السائل اهو السائل بيتشفط من الاله. بدا الجلد ينكمش يرجع على العضلات يرجع لطبيعته. ده تعتبر عمليه شفط وشد في نفس الوقت. دي النقطه الثانيه اللي هي فيها تقنيه الفيزر بتعالجها اللي هو ايه؟ الضعف في الجلد مرونه الجلد الاله دي بتحسنها. فتخليني اشد سطح الجلد زي بالظبط لما يكون عندي جلد طبله وانا عايز مرتخي فاعمل ايه؟ اقعد ادعك فيه كده واعرضه لحراره. بس هنا مفيش حراره زي ما شفنا في الجهاز في الاول. بقعد ادعك فيه واعرضه لحراره تبدا الجلد يتشد. الكولاجين والالاستين اللي فيه ابدا انشطهم. يبقى انا بنشط بالاله دي الكولاجين والالاستين. بشفط دهون، بشفط كل الدهون عشان كده سميناها نحت.
بشفط من زوايا الجسم، عشان كده سميته رباعي الابعاد. أيوه. البنات والسيدات بيبقى عندهم البرا اريا، المنطقه اللي ورا هنا تحت في تانية البرا كده. بالظبط، في تانية كده بتبان دائما في اللبس. بتضايقهم جدا. هي الصورة يمكن الإعداد متشكرين جدا. هي دي التنايات اللي موجودة في جسم المرأة هنا نحت الدهون رباعي الأبعاد. أنا دخلت في كل الزوايا. حضرتك مش خدت التانية بس، حضرتك خدت كمان اللي هو الوسط يعني. كل الزوايا بالدهون اللي تحتيها. وشدينا الجلد فبدأ الإيه الكيرفات اللي هنا راحت. بدأت يبان كيرف الطبيعي بتاع المرأة اللي هو إزازة الحاجة الساعة أو الساعة الرملية اللي هي عريضة من فوق وعريضة في النص، وفي النص في وسط. ده بالنسبة للسيدات. بالنسبة للرجال بنقدر نعمل سيكس باك. اللي هو الراجل يقعد يلعب ثلاث سنين في الجيم وما يعرفش يجيب. في الاخر اول ما يبطل تبقى كرش بس. بالظبط. هي هنا دي برضو سيده. هي دي التنايات على الحقيقه. التانيه كانت صوره. كان زمان يا دكتور طوله احنا في الحجم الدهون دي انا ما اقدرش اتدخل، لازم دايت الاول وبعدين اعمل لكم الشفط. بالظبط، عشان كنا نقدر ما نقدرش نوصل 6 لتر ونقف. هنا نقدر نوصل 12 و15 لتر واحنا مش قلقانين. وفرد الجلد، شد الجلد. يعني ده الفرق كمان. ده رجال سكس باك والثديين. ده عنده تسدي وعنده دهون في بطنه. هنا عملنا له الصورة الثانية، السيكس باك بدأت تظهر والدهون اللي على الثديين بدأت تروح، فبدأ يظهر البنش اللي هي العضلة بتاعة الصدر اللي الشباب بيروحوا يطلعوها في الجيم علشان يبقى شكلهم متناسق وجميل. تمام. نوع التخدير اللي حضرتك بتستخدمه في نحت الدهون رباعي الأبعاد بيكون ايه؟ عالميا ومصريا أكثر من 95% من العمليات بتاعة نحت الدهون بتاعتنا إن لم تكن 99% بالبنج الموضعي. أمال يعني بيقولوا لا بالبنج الكلي، وفي ناس طبعا بتتخوف جدا، هل الشفط القديم كان لازم بالبنج الكلي؟ الشفط القديم كان لازم بالبنج الكلي لأنه كان مؤلم. يعني فرق شديد كبير. لأنه كان في تكسير، أنا بشتغل بحركة ميكانيكية، أخش بعنف وأطلع بعنف عشان أكسر الدهون. وكل ما عنفت أكتر كل ما أقدر أكسر. زي ما يكون عندي شوية مكسرات وأنا حاططهم في الآلة اللي بتكسر المكسرات. أنا بكسر الدهون. الآلة الحديثة بتدوب الدهون. يعني ممكن بالبنج الموضعي والمريض بيكون واعي وصاحي، ولكن هو بس لم يشعر بالمنطقة دي. واعي وصاحي، وأحيانا لو عايز عصير بنجيب له عصير جوه أوضة العمليات. ولو بيحكي مع الدكتور أنت بس ما بيبقاش شايف، عشان في ناس يقول لك ما أنا هتخض وأشوف. هخاف. لا، بيبقى في حاجز. ستار كده. زي ستارة كده. بين انت دكتوره وعارفه طبعا الكلام دوت. يبقى في حاجز، هذا الحاجز بيخلي المريض شايف دكتور التخدير ولكن مش شايف ايه اللي بيحصل له، وشايفني بس مش شايف الالات اللي في ايدي. يعني الالات بتبقى تحت، هو شايفني كده يعني، شايف الجزء الاولاني بس بالماسك والكاب بتاع اوضه العمليات. تمام. الجزء الثاني ان المريض الخواف شويه بنديله مهدئ مع البنج الموضعي عشان يكون عشان عصبه مرتخي. يعني بالظبط زي اللي هو شارب حاجه عامله دماغ يعني. ليه؟ لانه بيبقى ممكن لو اتخض او قلق طبعا ضغطه يعلى. نبضه يزيد. فاحنا بنبقى قلقانين عليه. بالظبط. وعشان كده بيبقى في دكتور تخدير داخل غرفه العمليات متواجد مع حضرتك، حتى لو بنج موضعي. ولكن بيكون متواجد معاك، ولازم يكون استشاري عشان دي لعبته. عشان احنا احيانا بنقعد مثلا في العمليه من اول 10 دقائق لغايه ساعتين. نوع العمليه طبعا حسب كميه الدهون. فرق عدد الساعات يا دكتور بين الشفط القديم ونحت الدهون رباعي الابعاد، الفرق التايم الوقت ديوريشن بتاع العمليه قد ايه؟ الفرق كبير. الفرق النص. الديوريشن القديم كنا بنضطر نخش جنب كل خليه دهنيه عشان نكسرها عشان نقدر نشفطها. الحديث انا مجرد ما بوجه الاله كده بتدوب لوحدها. يعني في خلال 10 دقائق اللي كنت بعمله في نص ساعه بعمله في 10 دقائق. طبعا في كمان في نحت الدهون حاجات اضافيه تانية بنقدر نعملها. المناطق الخطره. زمان كنا نخاف نشفط هنا. المنطقه اللي هي دي اللي بيقولوا عليها اللغد. بالظبط. اللغد ده بيدي ثلاث حاجات في المرأة. طبعا الغده الدرقيه وحاجات كتير هنا طبعاً. وفيها اوعيه دمويه وفيها اعصاب بتغذي الوش. طبعا فاحنا كنا بنخاف ندخل بآلة تخينه تخش تجرح وعاء دموي تعمل نزيف، او تجرح عصب تعمل شلل مؤقت في منطقه معينه. لكن الجهاز الجديد ما بيجيش ناحيه لا الوعاء الدموي ولا الاعصاب، لانه حتى لو جه ناحيتها مش هيقطعها. ليه؟ لانه ما بيقطعش، ما بيكسرش. انت بتخش توجهه ناحيه الدهون. بالظبط زي ما تكون ايه اله مجرد ما تشاور كده على الخلايا الدهنيه تدوب. دي صور قبل وبعد. دي الركبتين. برضو من المناطق الصعبه طبعاً. لان فيها زوايا كتير جدا جدا. ودي طبعا لما بنشيل كميه الدهون حوالين الركبه ممكن حد يعاني من هشاشه عظام والام في الركبه بسبب تراكم الدهون حواليها. بالظبط. فدي كده انا حضرتك وكمان بتضايقهم في القعده والوقفه. وبتضايقهم في اللبس. وبالذات السيدات. وبتضايقهم في طلوع السلم، يحس انه شايل كيسين رز على رجله. حمل. بالذات السيدات اللي هم كبار شويه في السن. هنا شايفين اتلسمت الركبه.
انا ما اقدرش كنت اعملها بشفط الدهون القديم. ليه؟ لان الجهاز القديم يخش في مستوى واحد مفيش فيه زوايا. بالظبط. نفس الكلام هنا، نفس الكلام اللي في الركبه. الهانش او الارداف بالنسبه للمراه نقدر نعمل برازيليان بات، اللي هو نرسم الارداف بالنسبه للمراه. رسم الارداف بالنسبه للمراه ده ما كناش نقدر نعمله بالشفط التقليدي، لان الشفط التقليدي مستوى واحد. والارداف كيرف منحنى، انا ما اقدرش اعمل منحنى وانا بخش في مستوى واحد. طبعا استحاله. انا اقدر اعمل منحنى وانا بعمل تمثال، كاني برسم. يعني حضرتك ده بتستخدمه كاني بعمل برسم. تمثال. برسم مش برسم، برسم يبقى اصعب من التمثال. كاني بلف حوالين المنحنيات. يا دكتور بجد نورتنا وشرفتنا النهارده، وبشكرك على وجودك معانا يعني، وكمان ان احنا اتكلمنا عن حاجه جديده ومهمه جدا، وهي نحت الجسم او نحت الدهون رباعي الابعاد. واحنا يمكن معانا يعني تقرير مجمع لعدد من الحالات اللي كان في مجموعه افروديت مصر، وهنعرضها دلوقتي. ولكن اسمح لي اشكر حضرتك بس قبل ما اشكرك. شكرا لحضرتك والساده المشاهدين. بشكرك، نورتنا، شكرا جزيلا. استاذ الدكتور اشرف كامل، استشاري جراحات التجميل والليزر والسمنه، زميل المراجعه الدوليه امريكا، وزميل البورد المصري جراحات المتخصصة، ورئيس مجموعة أفروديت مصر. بشكرك. شكرا. وأتمنى مشاهدينا تتابعونا وتستمروا معنا لمشاهدة حالات مجمعة من مركز أفروديت لنحت الدهون رباعي الأبعاد، عشان نشوف النتيجة بنفسكم بتكون إيه بعد العملية. بشكركم وإن شاء الله نلقاكم غدا وطبيب اليوم، وإلى اللقاء. أحكيكم مع تجربتين مع الدكتور أشرف كامل، كشف عليا وقال لي حاجة بسيطة، ممكن نعمل عملية شفط في المستشفى. أنا كنت قبل العملية دي كنت بعاني من الوزن التقيل والحركة التقيلة، وكان مجهود طلوع السلالم ده كان بيتعبني تعب شديد. جريت العملية ما شاء الله، طاقم عالي في التعليم وفي الخدمة العالية، ومشيت المستشفى هناك قعدت يوم واحد ما شاء الله، ورجعت ماشي على رجلي الآن، بقيت أمشي براحة وما فيش صعوبة في المشي. أي مرض يبتدي من السمنة، يبتدي الطب من هنا، من العيادة دي، من عيادة السمنة بيبتدي الطب. طبعا لما ربنا أكرمني وصلت للوزن دوت، طبعا فرق كبير ما بين المرحلة الأولانية قبل ما أجي للدكتور أشرف. كنت اولا ما اقدرش، اول حاجه النوم ما اقدرش، نفسي كان بيكرش مني، وكنت بحس ان انا مخنوق، ولو طلعت السلم بنهج وبتعبان ومش قادر اخد نفسي. فالحمد لله دلوقتي انا حاسس ان انا الحمد لله يعني زي ما يكون كده، الحمد لله رب العالمين، ان انا هكمل نحيل وهطير كده الحمد لله، ونفسي كويس وتمام. وده بفضل الاختيار بتاع الدكتور اشرف كامل، ان هو قال لي الافضل ليك انك تعمل عمليه البالونه. وعمليه البالونه دي انا طبعا كنت اسمع ان هي عمليه واوضه عمليات وتخدير وبتاع كلام من بره، لكن انا لما رحت معاه فعلا اوضه عمليات لقيت العمليه بسيطه جدا، لا فيها مشرط ولا فيها دم ولا في اي حاجه، هي كلها قعدت 10 دقائق ركب البالونه وخرجت في نفس اليوم. والحمد لله رب العالمين، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ثم من الدكتور اشرف كامل اللي ربنا يوفقه. كان عندي مشكلة في السمنة نزلت بطريقة مش معقولة، ضايقتني في حياتي، بقيت بقى ايه مش قادر اوطي، رجلي وجعتني. طب ايه المشكلة دي؟ ظروفي النفسية تعبت، مشاكلي كترت اكتر. حجزت معاد فعلا عند الدكتور اشرف، قلت له انا مشكلتي هنا الصدر ده تعبان، هنا زي ما يكون في حاجة كده تقيلة، دول كده ظهري تعبني انا، وقالوا لي اكشف غضروف، اعمل اشعاعات، مفيش غضروف، قال لي من السمنه بس كله بسيط. دخلت المستشفى من ساعه ما عملت العمليه لحد ما طلعت بالظبط كانت هم 4 ساعات. روحت في نفس اليوم، قلت تاني يوم عادي، فين العمليه؟ مش العمليه بسيط، لقيت فرق جامد، لقيت الحمد لله رب العالمين. الايدين دول شفطوا تمام، هنا برضو كان حاطط لي حاجه بلاصه غير الكرسيين اللي هنا. تاني يوم طلعت ورحت على القهوه ومارست حياتي جدا. كان عندي ترهلات في الثدي وحجمه كان كبير، الدكتور اشرف عمل لي العمليه. كنت ما بعرفش انام خالص من كبر صدري، فما كنتش بعرف انام، وكان عامل لي ضيق في التنفس.
ما كانش متناسق اساسا مع جسمي، وكان مضايقني. لقيت اهتمام ولقيت الدكتور مهتم بيا، وكان يخلي الممرضه عنده تتصل بيا وتقول لي الميعاد. انا كنت جايه وخايفه جدا، فلما لقيت كده في العياده ولقيت نظافه ولقيت اهتمام ولقيت الناس مهتميه بيا جدا، المساعد والدكتور كده صراحه يعني طمنوني اللي انا اعملها. بعد العمليه بقى حسيت فعلا بفرق كبير جدا. انا كنت حاجة تانية، انا كده بمشي بثقة واللبس كويس معايا وكل حاجة ممتازة معايا. فالبركة برضو في الدكتور اشرف صراحة، واللي عايز يعمل بجد العملية ما يخافش.